الشريف تنور السمع المصري. تنور يذهب ولا يذهب، مش عارفه اسمي ايه، ولا انا اللي بتشرخ. رحمه الله على تنور، اكيد في مكان احسن من الدنيا الصعبه اللي احنا عايشينها. رحم الله الفنان الراجل تنور الشريف، نور حاله جميله جدا، نور حاجه بقى معانا لانه فن دقيق معانا. افتقدناك يا فنان، وده سمة الفنان الحقيقي. انت حبيبي الاول والاخير وما بينهم، انت حبيبي تلك الظهر والاخر. نشعرها الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد. باختصار شديد جدا جدا، احنا في ليله لعلامه مضيئه في تاريخ الفن المصري والعربي، ترك كنوز عظيمه في المكتبه المسموعه والمرئيه من خلال اعماله الفنيه. استاذ بمعنى الكلمه، ادعو الشباب، ادعو المهتمين اللي عايز يتعلم فن التمثيل لازم يدرس ولازم يشوف اعمال هذا العبقري نور الشريف. شاب الثقافة، فنان وفنان مصر الكبير الأستاذ نور الشريف، فهي في الحقيقة تكرم نفسها ولا تكرم نور الشريف، لأنها تعطي أملا لكل القادمين وتعطي رمزا لكل القائمين وتعطي لنفسها طوقا وتعطي لنفسها مستقبلا بتكريم هذا الفنان الكبير. نور الشريف الحقيقه يستحق دراسات ودراسات، لانه الحقيقه شخصيه فنيه متكامله. اولا يعني طبعا نور الشريف الجهد الكبير او المجهود الكبير اللي عمله او اللي قدمه الاعمال الكبيره، هو طبعا قدم نفسه كممثل. نور الشريف يعني تعادت أعمال حوالي 250 عمل بين السينما وبين المسرح وبين الدراما التلفزيونية وبين المسلسل الإذاعي وحاجات كتير. فنور الشريف يعني بنقول إن هو المثال للنجم الفني المتكامل.